السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مندي بالرز البسمتي. معانا التوابل، كل التوابل المشكله، ومعانا معلقه كركم والليمون الاسمر، ومعانا الثوم باودر وقرفه، عودين قرفه، ومعانا حبهان مطحون، ومعانا السبع بهارات، وطبعا معانا فرختين. طبعا اول خطوه هنعملها هنحط التوابل على الفراخ ونسيبهم يتبلوا ساعتين. وهنحط دلوقتي يا جماعه التوابل المشكله، هنقول بسم الله على الفراخ. وندعكهم في بعض، نبدا نتبل بقى الفراخ كده. حلو قوي. ونسيبها، نتركها ما بين ساعة أو ساعتين في التتبيلة. وكده يا جماعة إن شاء الله هنحط التوابل. حطينا الرز كده في الحلة بعد ما نقعناه، يعني بتاع 10 دقايق ولا حاجة، ونحط بقى التوابل عليه. التوابل اللي هي الورق اللورة والليمون العماني والعودين القرفة وشوية الملح. وهو يا حبايبي حطيت معلقتين السمنه عليه، اللي حابب يحط زيت يحط، واللي حابب يحط سمنه يحط. وهننزل عليه بالميه السخنه، بسم الله، لحد طبعا العيار بتاعه. وبكده يا جماعه دينا عملنا الورق الفوين على حله الرز وانا ساقياها. هبدا اخرمها. اخرمها كده عشان انا هرص الفراخ من فوق. البخار بتاع الرز هيطلع على الفراخ هيسويها. ابدا ارص الفراخ. بسم الله. حبايبي كده خلصت اهي الفراخ، رصيتها. حط الكبد والقوانص برضو. واغلف بقى طبقة الفراخ الثانية. كده يبقى اصفرت من الكركم يا جماعه. ونبدا كده نولع الفرن ونحطها في الفرن. اهو ده الشكل النهائي ليه بعد ما طلع من الفرن. وهغرف بقى اوريكم الرز من تحت. وده الشكل النهائي يا حبايبي للرز البسمتي والفريخ اللي استوت على البخار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك الحلو والاشتراك. السلام عليكم.